السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بانكيك، كيجي زوين وسهل وكيطيب في الكوكوت وكيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. وكذلك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي ليه لايك. الناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كنتمنى منهم يشتركوا فيها بطبيعة الحال الى عجبتهم القناة، وكنشكركم بزاف. وما بقى ليا غير نخليكم مع هذا الفيديو، فرجة ممتعة. بالبطاطا، صراحة المقادير غادي نحتاجو 4 البيضات، بطاطا تكون كبيرة شوية، قطعتها وسلقتها. هنا البطاطا ديال هاد الأيام كما كتشوفوا دغيا كتذوب. وغادي نحتاجو شوية ديال الفرماج حمر محكوك، اختياري، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش بلاش. كاس ديال الحليب يكون بارد، نص كاس ديال الزيت، تقريبا واحد نص معلقة صغيرة ديال الملحة، أولا الملحة تيبقى على حسب الذوق، وشوية ديال البزار، معلقة كبيرة ديال الخل، جوج خمارات حمرين، طحين حسب الخليط. دابا تشوفوا ان شاء الله بالنسبه للطريقه. غادي نمشيو ان شاء الله دابا لطريقه التحضير. بسم الله، اول حاجه غادي نجيبو شي اناء، غادي كندير 4 البيضات، معلقه كبيره ديال الخل، غادي ندير الملح والبزار، غادي ندير كاس ديال الحليب، وكندير البطاطا، عفوا، وغادي ندير نص كاس ديال الزيت، غادي نخلط هادشي مزيان. خلطو مزيان، يعني البطاطا الصراحه دغيا كطيب كدوب، الا ما رديتوش ليها البال راه كدوب. هاد البطاطا ديال هاد الايام الصراحه كديره. غادي نبدا نزيد دابا الطحين شويه بشويه، بسم الله يكون مغربل. ندير الطحين، بالنسبه للزلافه راه غير البزار هذاك. صافي غادي نبدا نخلط غير بشويه. غادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه حتى يبان لينا الخليط هو هذاك. الا جاب الله كثرتو الطحين كتزيدوا الحليب اولا كتزيدوا البيض. جوج خمارات حمرين ديال 7 غرام، بالنسبه لهادشي اللي في الزلافه راه دابا نحيدو، يعني ما غاديش نضيعو. دابا نجيب المعلقه وغادي نحيدو. صافي كنخلطو هادشي مزيان. صافي هنايا غادي نزيد الربيع، ما غاديش نطحنو الربيع، وغادي نزيد الفرماج غير بشويه، وغادي نحاول نخلط، نحاول نخلط هادشي غير بالمعلقه، ما نطحنوش باش يبان داك الربيع والفرماج. صافي كنجيب القرعه وكنبدا نكب بهذه الطريقه هذه. نحاولوا نكبوا غير بشويه، كما كتشوفوا الخليط كيجي بحال هكا. غادي نجيب المعلقه باش نحيد كاع داكشي اللي في هذا الخلاط هذا.
صافي من بعد ما درتو في هاد القرعه غنمشيو دابا ان شاء الله نبدا نطيبو فيه. هنايا كنهز الكوكوت، غادي نديرها تسخن وكندهنها بشويه ديال الزبده. الا بغيتو ما بغيتوش ماشي مشكل، يعني ماشي ضروري انكم تدهنوها. نخليوها نحسو بها انها سخنت شويه. هاد اللي غادي نكب واحد شي ديال الخليط، غادي ندير القياس اللي بغيت، نتوما بغيتوهم كبار ولا صغار، نحاول نديرهم انايا شويه صغار. داكشي علاش درت الكوكوت صغيره باش نديرهم صغار. نجيب المعلقه نحاول نقادهم هكايا، نعطيهم داك الشكل دائري، وغادي نخليهم حتى نحس بهم انهم تحمروا من التحت، وغادي نقلبهم ان شاء الله. غادي نقلبها ان شاء الله. صافي هنايا غير كتبان لينا انها تحمرات، نخليها واحد شويه باش باقي خصها شويه، باقي كتبان ليا من التحت ما محمراش، لان كما قلت لكم النار تكون مهيله، ضروري تكون مهيله باش يطيبوا لينا على خاطرهم. صافي هنايا غادي نقلبوها غير بشويه، هانتوما كما كتشوفوا، وهذا الشيء نحاولوا ندخلوه شي مشكل، كيجيو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم، توجدوهم لوليداتكم هكايا في الكوتي مع كويس ديال اتاي، يكون مشحر بالنعناع ولا بالشيبه، يا سلام. غادي نخليها تحمر كذلك من التحت. شوفي غادي نشوفو هانتوما. صافي نخليها تزيد طيب غير واحد شويه من التحت، تحمر ليا غير واحد شويه، وغادي نحيدها وغادي ندهن عاوتاني الكوكوت بشويه ديال الزبده. علاش انا كندهن بالزبده؟ ماشي باش ما تلصقش ليا الكوكوت، راه ما كتلصقش، يعني ما عندكم الناس تخافوا، غير باش تعطي ليا داك اللون الذهبي لهاد لي كريب هادو. صافي غادي نحيدها، وغادي نجيب هانتوما شويه ما نسيت الزبده، ندهن بشويه الزبده غير شويه بحال هكا، الزبده نباتيه. وغادي ندير هانتوما، كنجيب ديك المعلقه نيت، كنحاول نقادهم هكا. صافي كنخليها غير تيبان لينا تحمر من التحت، كنقلبوها. صافي هنايا نتوما كتشوفوا تيتنفخ واحد الشويه وتيبان شاد في راسو، غادي نحاول نقلب غير هانتو غير بواحد هانتو. صافي هنا خليتهم شويه، خليتها شويه تحمرات، معليش غنخليها غير تشد في راسها، وغادي نجيبها للوسط ندهن بشويه ديال الزبده باش يعطينا داك اللون الذهبي وزوين. هنا راه محمر واحد شويه، ماشي محروق، راه غير محمر. تقولوا لي حرقتيها يا سميره؟ راه ما حرقتها ما والو. صافي غادي نستمر هكا حتى تنكمل كاع بانكيك اللي عندي، وان شاء الله بحول الله غادي نقدمه لكم وتشوفوه كيفاش كيجي، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، كنتمنى يا ربي تجربوه ويعجبكم. انا هنايا زينته بالربيع وكذلك بالكيتشوب، نتوما يمكن لكم تزينوه باش ما بغيتو. ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو. الناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنتمنى منهم يشتركوا فيها، وكنشكركم بزاف. وما بقى ليا غير نقول لكم خليت لكم الراحه والله يعاونكم.